سؤاله الأخير يقول: ما حكم الإسلام في رجل حافظ لكتاب الله عالم به من حيث التجويد، ورغم ذلك يطوف حول القبور ويمشي وراء أصحاب الطرق في شتى البلاد؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إن جاء كي يؤم الناس؟ وما حكم صلاة المأمومين لو رضوا بذلك؟ الذي يتعلق بالقبور ويستغيث بها ويتبرك بها يكون مشركا بالله الشرك الأكبر، فلا تصح منه صلاة ولا تجوز إمامته للناس حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.